حبا شباب، كيفكم احبابي؟ معكم اخوكم القاهر السوري بدرس جديد. بدي بداية مسج في القناه، سبسكرايب، فعل زر نوتيفيكيشن وصلك اول فاول. ان شاء الله حنحكي دروس جديده جدا على الثغرات، ان شاء الله الامنيه. اذا شفت دعم القناه ححاول اشرح قدر الامكان على الثغرات الامنيه اللي نحكي عليها اليوم. المهم نحكي، حنحاول سلسله اذا عجبتكم. انا حنحكي اليوم على ثغره بنحول رايت اب طباع ميديوم. في ناس مثلا بكون ضعيفين بالانجليزي، فرحنا حنشرح اياها بطريقة سهلة وبسيطة جدا عشان توصل للمعلومة، تفهم الثغرة والمعلومة عن طريق الرايت اب. تمام، يلا نبلش. هلا اول شيء حنشوف الثغرة اسمها اكسس توكن ليكس. هو طبعا سمالك ياها صديقي جيهان روجا، كشف ثغرة بفيسبوك. هي طبعا ثغرة قديمة، يعني من 2020 كشفها. قدر يسرب الاكسس توكن مع عدد من ملايين مستخدمين يلي بالفيسبوك والماسنجر. تمام، فهي ثغره اسمها انفورميشن ديسكلوجر. تمام، فوجد بالماسنجر بالاي او اس، طبق طبعا بتطبيق الاي او اس. طبعا فيه يستخدم محاكاه او اي شيء مشان ما يكون صعبين علينا. طبعا هو موجود من خلال 3 بارتي سايت، وهو جي اي اف سيرش انجن. تمام، يعني نفسه تبع الايقونات، الصور تبع الماسنجر بتطلع ايقونه وكذا الحكي الصور. فهو عن طريق هذا الثيرد بارتي اللي موجود ماسنجر قدر يسرب البيانات، اذا يسرب اكسس توكن للحسابات تبع اليوزر. تمام، فهون عمل انترسبت ريكويست عن طريق البارب ريكويست للاي بي اي ريكويست. فبالتالي قدر شو يساوي بعد عدد من الساعات، قدر ما حاختصر الحكي، يعني مهم انه هو شاف بعت رسالة، شاف حد انه جامعته مت، صديق بالجامعة كان بعت له رسالة، قال له انتقل للمسنجر وبعت له رسالة. فمن خلال هيك هو عم بالصدفة عمل ريبلاي للمس، اوكي عمل ريكويست انترسبت ريكويست بالبارب بروكسي للجي اف تينار. طبعا بنعرفه بالماسنجر موجود. فهو عن طريق الانترسبت ريكويست شاف الريسبونس، او عفوا بالريكويست شاف طلع الريكويست والريسبونس، فلاحظ بالريكويست في اكسس توكن مسرب بكل الريكويستات يلي موجوده بتينار جي اف. طبعا لانه 3 بارتي هو موجود بهلا، موجود حاليا. اكسس توكن هو ما بيعرف اكسس توكن، هو نوع من اسمه تمريتي توكن او كي، هو مفتاح بيستخدم لعدة افعال، يستخدم لتنفيذ افعال معينة لليوزر، يعني بهدف معين لليوزر. فهو بيستخدم لأهداف معينة لليوزر. فهون مثل ما شايفين هون شو بيساوي هذا الاكسس توكن، هذا مسؤول عن اليوزر اكاونت، يقدر يوصل اليوزر اكاونت without password. فبالتالي بيقدر هيك يوصل لأي حساب ويخترقه بخلال اكسس توكن. فقدر يوصل لأي اكسس توكن، فإنه يقدر يخترق أي حساب بدون أي ما يحط الباسورد. فهي شغلة خطرة كتير، مثل ما نلاحظ هون شافها بريكويست، حطوا له اكسس توكن، فهون عمل انترسبت ريكويست هون للتينر. تمام، فبعد ما بلغها طبعا بعد 5 أيام أخذ ثغرة، أخذ باونتي تقريبا 15 دولار أخذ باونتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الثغرة. طبعا حضركم رابط اسفل الفيديو، بس انا شرحنا الثغرة بشكل بسيط جدا. نصيحة للشباب، اي اكسس اي فورم او اي شيء حاولوا تشوفوا اذا في اكسس توكن، حاولوا تبلغوه. اذا كان بدك تعرفوا الاكسس توكن لمين الشغلة، يمكن يكون اكسس توكن للوج ان، يمكن يكون اكسس توكن لليوزر بدون باسورد. فلازم تلاحظوا كل اكسس توكن بالموقع، وإذا شفتوا اكسس توكن قدرتوا تستغلوه عن طريقه، فبالتالي هي ثغرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.